اكتر واكتر من المغرب، ناخد معالي السفير مصر في المغرب طبعا استاذ ياسر عثمان. مساء الخير حضرتك معالي السفير. الو، حضرتك يا فندم، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ اي وطبعا فندم، حضرتك سامعني كويس كده؟ تمام يا فندم. نورنا يا فندم في قناة نادي الزمالك، وتحياتنا لحضرتك. طبعا يمكن تقول لنا في البداية كده، كان شكل استقبال البعثة ايه هناك، وكانت ايه التحضيرات اللي موجودة في استقبال بعثة فريق نادي الزمالك؟ هو الاستقبال حضرتك بصراحه كان استقبال حافل من الجانب المغربي، ويعني فعلا يعني ده عكس طبعا قوه العلاقات الرياضيه طبعا بين الانديه المصريه والانديه المغربيه، وطبعا بيعكس كمان مدى شعبيه طبعا الزمالك والجماهيريه بتاعته هنا في المغرب وفي الوطن العربي كله. طب تمام. طب يمكن اكيد طبعا الناس ممكن يكون الجو مختلف شويه، عايزين نعرف الجو في المغرب دلوقتي الحراره عامله ازاي. احنا عارفين فرق التوقيت بالظبط، حضرتك تقوله لنا يعني توضح لنا اكتر فرق التوقيت ماشي ازاي. انت عارف المباراه بتوقيتنا الساعه 9، الساعه 9 دي هتكون في المغرب الساعه كام؟ 8 فرق ساعة، مصر تبقى ساعة، الساعة دلوقتي هتبقى الماتش بكرة الساعة 8 بتوقيت المغرب إن شاء الله مساء. طب حضرتك طمني على الاجواء. بالنسبة للطقس يعني الطقس. كان الأجواء يعني النهاردة كانت الأجواء فيها مشمسة، كان في مطر خفيف، بكرة مش هيبقى في مطر حسب الأرصاد المغربية، بالتالي الأجواء هتبقى صافية، رطوبة أعلى طبعا من القاهرة شوية لأن الدرجة بتاع المحيط، ولكن بشكل عام الطقس كويس يعني مش هيشكل مشكلة أعتقد. طيب حضرتك شايف ان يمكن اللي اتلعب على نفس الملعب الاستاد المركب محمد الخامس والملعب الرئيسي، انه اتلعب عليه ماتشين ورا بعض، ده كان في كلام مثلا من جانب نادي الزمالك، او كان في تحضيرات لان اتلعب الماتشين ورا بعض على نفس الملعب، فكره ان انت كان يحق لك التدريبه قبل المباراه مثلا، لكن الزمالك اتدرب امبارح. يعني ده حتى انا شايف انها ممكن تكون في نوع من انواع التنظيم للبطوله غريب شوية، هل كان في كلام في القصة دي؟ هو حضرتك نادي الزمالك اتمرن 3 مرات منذ الوصول، منهم تمرين على الملعب الرئيسي كان نص القواعد الكاف اللي هي والنهارده اتمرن على ملعب نادي الرجاء المغربي. وبالتالي هو ده كان يعني تم الاتفاق عليه،